واحتفالا بعيد الاتحاد الثالث والخمسين لدوله الامارات العربيه المتحده نفذت هيئه الشارقه للاذاعه والتلفزيون عبر جميع قنواتها بثا موحدا شمل مجموعه من الفعاليات التي تجسد روح الاتحاد وتاريخ الامارات العريق وياتي البث الموحد احتفاء بمسيره الاتحاد وارث الاباء المؤسسين الذين مهدوا الطريق نحو التقدم والازدهار فذكرى الاتحاد تمثل لحظه تاريخيه تبرز عمق الوحده بين ابناء الوطن وفخرهم بما حققته الدوله من اجازات متميزه ويعكس البث الموحد لقنوات الهيئه التزامها برسالتها الاعلاميه الساميه لعكس دور الامارات في تقديم نموذج رائد في الوحده والتلاحم الوطني والرياده والتميز بفضل توجيهات القياده الرشيده واخلاص الشعب الاماراتي وارتباطه الوثيق بوطنه وولائه اللامحدود لقيادته الرشيده